عسلامة. الله يسلمك يا رب. عسلامة بنوتة. عسلامة. مواطن من العراق، مرحبا بك، معها معك بنتك. ما شاء الله عليها. من العراق، من بغداد، واني متشرف اسعد والله. ما شاء الله على الجمال العراقي عند بنتك الحقيقة. مش انت عايش في تونس؟ هاني عايش في تونس. قديش عندك؟ عندي الحين هسه تقريبا 4 سنوات. 4 سنوات. زوجتك عراقية؟ زوجتي سورية والله. سورية من حلب. وجينا من العراق، جينا تونس. معناها زوجتك تعرفت عليها في العراق او في؟ تعرفت عليها وياك انا هسه لما كنت ادرس في الشام، كملت طبيب اسنان دراستي في الشام، وكملت في اسطنبول. لما اني كملت دراستي ودراستي وياي تعرفت عليها وجبتها للعراق وتزوجت ورحت سوريا، عملنا محكمه. يعني زواجكم كان في العراق؟ في العراق اي، قربتها من ابوها وامها وتزوجت بيها. تزوجت بيها وجيت. وقتها اخذيتوا القرار انكم تجيوا تعيشوا في تونس؟ اخذنا القرار، كانت وقتها كانت في عام 2017 2018، كان شوي امور مشاكل وياي بالعراق، لما كانوا ناس الاشياء اللي صارت بالعراق عنا قبل سوريا، وزاد ناس راحون مشوا، ناس مجموعات ارهاب وغيره، واللي مشوا زاد يعني راحون من العراق لسوريا الهدف امريكا، والشعب هو اللي دفع الخسائر، هو اللي راح، ما راح وياي غير على الشعب. لقيتوا الامان في تونس ولا لا؟ امان والله، امان 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 بكل معنى كلمه. يعني قبل ما تجيوا لتونس بقيتوا تخموا انهي الدوله العربيه اللي تنجموا تلقوا راحتكم فيها؟ ايه الحمد لله. خممتوا يعني؟ خممت. شنو الدول اللي جات في بالك انك تمشي لها انت وزوجتك وصغارك؟ شوفي انا واولادي وصغاري زاد لما كانوا معايا وياي، نحكي الحقيقه الصراحه، عندي يا بلد واحد، الجزائر وتونس. صحيح. هذه نحكي الكلام هذا من قلبي. ولما كنت وياك انا لما رحت من العراق اول دوله رحت مصر، ما ضليت، ما قدرت مع المناخ ومع الشعب والناس. قد بقيت في مصر؟ ما قدرت، حوالي كانت فتره زمنيه حوالي سنه، وضليت بالجزائر حوالي سنه ونص سنتين، وجيت هنا لتونس. عندي 4 سنوات الحين عندي 4 سنوات. تخدم هوني ولا لا؟ اشتغل الحمد لله، انا طبيب اسنان، كملت دراستي وعندي شهادات. ايه دكتور اسنان. دكتور اسنان، بس صار لي شويه مشاكل، انا اهليتها لزوجتي يعني. يعني عندك عياده طبيه يعني في مكان. الحمد لله، انا لا والله انا شوفي الحمد لله مرتاح لحتى الان. قديش انا صار لي هين؟ ما صار لي غير بين القرايب، يعني اهل زوجتي سوريه واهلها كانوا في السعوديه وظلوا في السعوديه، من السعوديه راحوا لمصر. صار لي مشاكل اني ما عنه، رغم ذلك لما اني انا اوجه هذا الشيء، مش قضيه يعني سوريا والله تونس والله، هذا كلياتنا بالاول والاخير عرب مسلمين. اما اني موضوع لما صار وياي، لما كنت بالجزائر كانت عندي عياده بوهران، حاولت اني انا اشوف ما تلفزيون او شغله نحكي رساله نوسطها يعني لابسط الامور، يعني تعاشرين بيتنا سايبك ضلين معاهم 10 واخذه منهم مره، ويعني مع رغم هالشيء هذا 40 ضلع يعني زي ما نقول عنا بالعراق. انا جيت لما جيت وياك كانت مرتي في الجزائر، كانت اموري ماديه الحمد لله في الجزائر لما جيت، وكنت انا في الجزائر قبل ما نجي لتونس. قديش بقيت في الجزائر؟ في الجزائر حوالي سنتين. سنتين كانوا يعني لباس. سنتين لباس. لما جيت انا عندي زوجتي السوريه عندها كثير ما شافت اهلها، ولما اجوا دخلوا من ليبيا وصلوا على الجزائر، مغامرة حتى الواحد يوصل من دولة لدولة، وواحد بلده حرب لحتى يروح على دولة عربية ما يروح لها بالسهل، يعني لا يوصل متاعب وهذا ومغامرة وفيها شغلات كثير. وزاد أنا لما جيت ما في، مهما كان عندنا مثل بسوريا شنو نقول، القاتل قتيلك، بس دخل بيتك خلاص. أنا اللي عملي وياي وحتى فيديو عملون بي صوروني أخوها لزوجتي، حالتي انا وصلت لحالة اجرام، يعني انا هذا الشيء نوصل، انا احب نوصلها في تونس. ليش؟ من غير سبب. انا جبت منها بنتين زاد وجبت منها ولدين 10، يعني انا ما اقول لك يوم وليله ونهار، عندي تقريبا من عام 2000 تحسبينها من 2014 15 للعام الحين اللي نحن بيها حوالي اكثر من 10 سنين، راح يصير اكثر من 10. سمعني جبت منها بنتين وعايش اموري وتمام وتخرجت، اخذوني بغدر اخوها الكبير.
وزوجتك توا وين؟ حتى القرار معايا والورقة هذه وحتى التصريح هذه صارت الشيء هذا بس فاقص. لا زوجتي عندها 20 يوم ما تعرف شيء، بعد 20 يوم حتى شفنا بعض. راسلت اخوالها وراسلت ثاني. هي وين؟ في تونس؟ وبعدين شفتها يعني. موجودة معك؟ عايشة معك؟ موجودة معايا. أما أنا نحكي على الأمور نحكي في تونس يعني حتى الناس اللي ماخذين من بعضهم قرايب وهذا ما يصير الشيء هذا من الجرائم، الجريمة هذا اللي عملوها بي يعني. عملوها بس فاقص. أخذت أمها الفلوس تبعها سرقوها فلوسها فلوس زي ما تقولوا كرهبة، كانت عندي عيادة وكرهبة عندي في الجزائر، سرقوا لها حتى فلوسها. والورقة الضبط موجود معايا وهربوا، وأنا حاولت نعمم أساميهم لأني أنا آخذ من العائلة آخذة وحدة. والحمد لله أموري المادية تمام وعايش في تونس ومبسوط. شوية بعد المشكلة هذه فقدت فيها وعي. ما نقول لك فقدت إني أني مثلا ما نقول بلشت اني ما نقول مثلا نسايب او قرايب او حدا او اخ. دونك علاقتك الامان انفقد يعني. علاقتك سيئه مع اهل زوجتك؟ ايوه سيئه. ضربوني هربوا زاد. لكن الاسباب شنو؟ الاسباب ما عندها طريقه اسباب. اسباب يحبون عندها خاله في بلجيكيا حب يعمل مشاكل بيني وبين زوجتي سوريه واني عراقي ما حبوا يعني. المشاكل من اول ما تزوجت ولا بعد الزواج؟ لا يعني مشاكل تبع يعني اللي صار معاه يعني بعد ما جبت وليدات وجبت اولاد وبعد صاروا مشاكل. اما اموري الحمد لله في تونس عايش وتمام يعني الحمد لله. هذه الشغله اللي صارت معي بس. زوجتك قاعده تتواصل مع اهلها ولا؟ والله يعني فما تواصل بينها هي واهلها؟ الحين تتواصل مع اهلها والورقه موجوده معي. انا حاولت اوصل للتلفزيون لانه حتى الفيديو المشهد تشوفينه صعب. كيف انا اوصل عند بيت اهلها واخوها؟ وزاد انا وصلت الجمعه السبت الاحد ثلاث ايام. ناكل نشرب وياهم ياخذوني بغدر البيت، يغدر امها بفلوسها، ياخذ امها فلوسها وانا يغدرون بي. وانا ضربت شروع بالقتل. انا ضربه هين مكان قلبي وبظهري وبيدي من عند خوها. حتى المشهد الفيديو وحتى زاد عندي باسبورات بالعراق طلعتهم انا وليداتي. ضربوك في العراق ولا وين؟ ضربوني هين بصفاقس في تونس في صفاقس. هذا الشيء صار معي. امور عائليه يعني ماشي. امور عائليه بس لا اكثر لا اقل. ما تحبين تتواصل يعني ما في حدا، كلياتنا قرايب وهذا. ما الواحد يقول لك الشام والعراق وهذا، اما نحن بسبب الحرب صارت حتى في كل مكان مع السوريين مع العراقيين الحرب يعني صارت بحرب الاجتماعي. تقولي فهمتي شلون زاد؟ هذا نخلي لك المهم وضعيتك لاباس. لاباس طول الحمد لله. لا الحمد لله زاد. خلي لك الكلمة الأخيرة. أيوه تفضل. كلمة الختام. الختام والله تحيا تونس وشعب تونس وأهل تونس وناس جماعة أصحابين المواقف. مواقف العروبة وبيهم المواقف اللي يحبون حتى العرب كلهم يدايمون. أنا هذا كل الشكر لكم. يعطيك الصحة مسيو. ماشي ماكو أي مشكلة. فرصة سعيدة إن شاء الله.